هل العشق ينافي محبة الله وما حكمه؟ يا أخي العشق هذا محبة طبيعية، محبة الله محبة عبادة، محبة عبادة عبودية، فلا تشابه بينهما، المحبة الطبيعية ومحبة العبودية. ولماذا تعشقون؟ العشق ما هو طيب، ما يجرك من شر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: غضوا أبصاركم علشان ما تعشقون ولا. نعم.